إذا نرحب بضيفنا دكتور كامل حسن. السلام عليكم دكتور كامل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا دكتور بسام. ارتفاع الضغط الدموي الشرياني طبعا من الأمراض المزمنة والأمراض الصامتة سريريا والمنتشرة في مختلف أنحاء العالم، ففي الولايات المتحدة الأمريكية يتوفى يوميا ما لا يقل عن 1000 شخص بسبب مضاعفات الضغط الدموي الشرياني. متى نقول أن لدى الشخص لديه ارتفاع في ضغط الدم بالبداية دكتور كامل؟ أي نعم، يعني ارتفاع ضغط الدم يعني من المشاكل الشائعة جدا مثل ما حضرتك تفضلت، وهي مشكلة يعني تعرض العديد من الناس، مشكلة كبيرة. يعني بداية نقول أنه يمكن يعني الشك أن الشخص أو المصاب لديه ارتفاع في ضغط الدم إذا كان يعاني من بعض الأعراض مثل الصداع أو يعني ألم بالرأس لفترات طويلة، أو وجود يعني الإحساس بالدوخة أو الدوار، أو وجود يعني نزيف من بعض يعني مخارج الجسد مثل الأنف في بعض الأحيان، وجود دغدغة في العين، وجود ألم في الصدر، وجود مثل هذه الأعراض يعني تكون كمؤشر أو إنذار في البداية أنه ممكن قد يكون هناك ارتفاع في ضغط الدم. بالإضافة طبعا إلى يعني قياس ضغط الدم لدى أقرب مركز طبي أو طبيب معالج، والحصول على القراءة المناسبة التي يكون عليها ضغط الدم في هذا الوضع أو في هذا الحال. نعم. فقراءة ضغط الدم تؤشر أيضا وتوحي لنا حل ضغط الدم. نعم. لكن قراءة واحدة لا تكفي طبعا، يعني هذه يعني أمر هام جدا، ويعني ليس بمعنى لو قمنا بقراءة ضغط الدم لدى شخص في هذه اللحظة وكان تبين أن لديه ارتفاع في ضغط الدم، لا نقول بأن هذا الشخص مصاب بارتفاع ضغط الدم إلا بعد عدة قراءات دكتور كامل. أي نعم، قراءة واحدة لا تكفي، يجب قياس ضغط الدم لأكثر من مرة، فقد يكون ارتفاع ضغط الدم ارتفاع مؤقت لعارض ما مثل الانفعال أو التوتر الشديد يعني لشيء ما، ولكن يجب الحصول على أكثر من قراءة، يعني في حدود 3 إلى 5 قراءات من أجل الوقوف يعني على حقيقة الأمر، من أجل تشخيص هل المصاب يعاني من ارتفاع ضغط دم مزمن سوف يلازمه طوال الحياة أم لا. نعم، هل يعني سبق هذه القراءة لنفترض تناول أطعمة معينة أو مشروبات معينة؟ لأنه حتى هناك مشروبات معينة وأطعمة مختلفة تزيد من ارتفاع ضغط الدم. وطبعا أذكر هنا بأن القراءة للأسف حتى في بعض المستشفيات في بعض المراكز الطبية من قبل بعض الفنيين والممرضين والممرضات قد لا تكون القراءة صحيحة. يعني هناك القراءة الصحيحة لضغط الدم يجب أن تتم بوضعية معينة دكتور، يعني وليست بمعنى هناك من يقول لك اجلس على الكرسي وطبعا ضع يدك للأسفل، طبعا هذا لا يجوز، يجب أن يكون مستوى الذراع بنفس مستوى عضلة القلب. أي نعم، هناك احتياطات من أجل الحصول على قراءة دقيقة وصحيحة يعلمها يعني كافة الأطباء، ويجب أخذ أكثر من قراءة وفي أكثر من وضع، يتم أخذ القراءة في وضع الوقوف ويتم أخذها في وضع الاسترخاء أو الاستلقاء، ومثل ما حضرتك تفضلت عندما يكون الذراع يعني بموازاة الصدر، ويمكن أيضا الحصول على القراءة يعني من الذراع الأيمن أو الذراع الأيسر على حسب ما يستعمل الشخص ذراعه للأكثر نشاطا، وكذلك في حال وجود يعني حالة يتم تشخيصها لأول مرة يجب قياس الضغط من كلا الذراعين، وأيضا من في وضع الوقوف وفي وضع الجلوس أو في وضع الاسترخاء من أجل الوصول إلى حقائق أخرى قد تكون موجودة لدى المصاب بارتفاع في ضغط الدم، فقد يكون هناك يعني مشاكل أخرى يعني موضعية أو مشاكل على مستوى القلب والشرايين في أماكن أخرى قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وفي نفس الوقت يكون هناك تفاوت في القراءات من مكان إلى آخر. ومن ضمن أيضا الاحتياطات قبل القراءة ألا يكون الشخص قد تعاطى أي مسير أو أي منبه قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وأن يكون جالس في مكان هادئ وأن يكون هادئ الأعصاب، وأن يكون يعني قام بتفريغ المثانة من أي بول محتجز حتى لا يكون في وضع توتر أو في وضع قلق فقد يؤدي يعني إلى تأثير سلبي على نسبة القراءة. فكل هذه احتياطات يعني يجب أن يأخذها الشخص في الاعتبار وأن يأخذها الطبيب في الاعتبار قبل الحصول على القراءة الصحيحة لضغط الدم.
نعم، وطبعا في شهر رمضان المبارك ينبغي أيضا أن يقوم المريض بأخذ الاحتياطات اللازمة والإرشادات، وأن يلتزم بالإرشادات التي يخبر به الطبيب. طبعا الطبيب يقوم بإخبار المريض بهذه الإرشادات حتى يتم الالتزام بها تفاديا لحدوث أي مضاعفات لا سمح الله أو حتى مشاكل، لأنه دائما يعني ارتفاع ضغط الدم في معظم الحالات يكون صامت سريريا ويتظاهر فقط بالمضاعفات أو بالسكتة أو الجلطة أو ما شابه ذلك. نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006 وعبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو، وموضوعنا عن ارتفاع الضغط الدموي الشرياني مع ضيفنا الدكتور كامل حسن اختصاصي طب الأسرة في مركز الدكتور كامكر الطبي في منطقة البراري في دبي. دكتور كامل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور. طيب عندي اتصال أيضا من الأخ محمد. السلام عليكم أخي العزيز. أهلا أخوي، عليكم السلام. يا مرحبا تفضل. يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا تفضل. بس ممكن أكلم دكتور كامل؟ دكتور كامل معك بسمعك. مساء الخير دكتور كامل. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. يعطيك العافية. دكتور أنا عمري الحين 35 سنة تقريبا، أتعالج من ارتفاع ضغط الدم صار لي يمكن 15-16 سنة من 2002 وانا اتعالج. نعم. في عمر الضغط ما نزل، كله عالي، سمتايم 160/95، سمتايم يوصل 170/100، كله عالي ما نزل. واتعالج عندي علاج اسمه توينستا، يمكن توينستا 5 جرام. نعم. فهذا أعطيني إياه في مستشفى دبي حبة واحدة باليوم. نعم. في بعض الأحيان أحس إن الحبة ما تعمل معايا حاجة، يعني أضطر أخذ لي 3 حبات لأن أحس بصداع مو طبيعي. نعم. الحل في زيادة وزن عندك أخي محمد؟ في زيادة وزن، أنا وزني تقريبا 110. طيب الطبيب اللي عم بتراجعه ما خبرك انه مثلا لنفترض لو يعني كان هناك؟ نعم دكتور، الكارثة الكبرى ان انا لما اروح مستشفى دبي مش طبيب معين، يعني كل مرة مع طبيب انا طبيب. نعم. طيب ما حدا خبرك بانه موضوع مثلا الوزن، اذا كان هناك ايضا تدخين، قصة عائلية نعم. موجودة يعني فيه عدد؟ نعم خير. نعم قالوا لي قلل الوزن وانا قللت الوزن. نعم. بس تدخين يمكن بتدخن؟ ايوه والله يبعدنا ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا هو شهر رمضان هو حقيقه فرصه للجميع، يعني لكل مدخن يعني اغتنام هذه الفرصه حقيقه حتى يتخلص عن هذه العاده اللي بتضر بصحه الفرد والمجتمع. طيب اخي محمد، اول شيء يعني بتتصور رقمك عند اختي اسره، انا بتواصل معك بعد البرنامج وراح الدكتور كامل يتواصل معك حاليا. خليك معي دكتور كامل. تحب تسال الاخ محمد اي سؤال دكتور كامل؟ معك دكتور بسام. هل بتحب تسال؟ نعم يعني. نعم. بتحب تسأل الأخ محمد مشان ما يضل معنا على الخط، أو يعني بتحب تسأله أي سؤال ولا منجاوب بشكل عام؟ يعني هل أجرى أي فحوصات يعني أسفرت عن وجود أي مرض مزمن أو أي مشاكل في الكلى أو نعم. يعني ارتفاع في سكر الدم أو أي مشاكل مزمنة أخرى؟ لا الله لك الحمد وفيني إلا العافية. الحمد لله. الكلية عملوا فحوصات للكلية وكل شيء أوكي صح؟ أيوة. طيب. حتى الكوليسترول يعني نعم. طيب الحمد لله. طيب شكرا لاتصالك أخي محمد، أنا كمان بعد البرنامج على الساعة الثانية بتواصل معك إن شاء الله ورح يجاوب أيضا دكتور كامل بشكل عام. تفضل دكتور كامل. يعني أولا يعني أولا نتمنى له ألف سلامة يعني، لكن يعني المشكلة يعني هو يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وليس هناك نتيجة للعلاج الذي يأخذه، وكما ذكر أنه يأخذ حبة واحدة كل يوم. في الغالب وذكر أيضا أن قراءة الضغط تكون في حدود يعني 160/100 أو 160 أحيانا 170 كمان. نعم. وأحيانا 170. يعني هنا أكثر من نقطة يعني يجب إشارتها. أولا يعني غالبا ارتفاعات ضغط الدم التي تتجاوز 160 في الضغط الانقباضي أو 100 في الضغط الانبساطي تحتاج إلى علاج يعني يكون مكون من أكثر من دواء. إذا كان هناك أمراض مزمنة خاصة مثل يعني أمراض السكر أو أمراض الكلى، ولكن السائد يقول أنه ليس هناك أمراض سكر أو أمراض كلى.
لكن يعني الارتفاعات العالية في ضغط الدم قد تحتاج لأكثر من نوع من العلاجات. النقطة الأخرى أنه يقول أنه لديه إفراط في الوزن، يعني عنده يعني 110 الوزن 110 أو في هناك يعني زيادة في الوزن. زيادة الوزن تؤدي أيضا إلى ارتفاع ضغط الدم، لأن الأشخاص الذين لديهم زيادة في الوزن ويعني قلة في النشاط الحيوي يكون لديهم ارتفاع في معدل ضربات القلب، مما يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم. فهذه نقطة أخرى يجب الاهتمام بها. طبعا يعني أنا يعني لا أعلم كثيرا عن نمط الغذاء الذي يقوم باتباعه، هل يتناول يعني مزيد من الأملاح أو لا يتناول المزيد من المياه أو شيء مثل ذلك، فقد يساهم هذا أيضا في ارتفاع ضغط الدم. وأيضا بالنسبة للمسكرات مثل تناول القهوة أو تناول الشاي بكثرة، فهذه أيضا عوامل قد تساعد. العلاج ينقسم إلى شقين، شق غير دوائي وشق دوائي. الشق الغير دوائي يجب عليه الالتزام به، لأنه سوف يساعده بدرجة كبيرة، قد تساهم في انخفاض ضغط الدم بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 وقد تصل إلى 30 درجة، من حيث عدم يعني الإفراط في تناول الملح وعدم الإفراط في تناول المسكرات مثل القهوة والشاي. ويعمل على تخفيف الوزن يعني ممارسة الرياضة الخفيفة، يعني مثل حتى ولو كانت على سبيل المثال مثل المشي، وتكون بصورة مستمرة وليس لفترة معينة ثم انقطع عنها. أما بالنسبة للشق الدوائي بالنسبة للقراءات التي سجلت وهي تتراوح بين 170 أو 160 على 100، فيعني يجب يعني إعطاء دواء معين، ويجب يعني المتابعة على هذا الدواء بالقياس المستمر لضغط الدم لأكثر من مرة على يعني فترات متباعدة. وإذا كان الدواء يعني حساسية بعض الأفراد لدواء معين تختلف من حساسية أفراد آخرين لدواء آخر، إذا كانت أن هناك نتيجة مرجوة وتم الوصول إلى الهدف المطلوب يعني بالنسبة لقراءة السليمة المطلوبة لهذا الشخص أو هذا المصاب، ويعني يتم الاستكمال على هذا الدواء. وإذا لم يتم الوصول إليها يمكن زيادة الجرعة، يعني فقد تكون حبة واحدة يعني قد لا تكون مناسبة تماما بالنسبة لهذه القراءات، فتحتاج إلى حبتين أو ثلاثة، وقد تحتاج إلى نوعين معا أو ثلاثة أنواع أيضا من أدوية مختلفة يعني في نفس الوقت. نعم طبعا هناك مسؤولية، أتكلم بشكل عام، هناك مسؤولية. أقول دائما بأنه حينما يتم التشخيص الطبيب يضع الخطة العلاجية، والخطة العلاجية ليست دوائية نهائيا، يعني الدواء لوحده لا يحل المشكلة، لا الضغط ولا القلب ولا الحمضة ولا الحموضة ولا أمراض الروماتيزم ولا المفاصل ولا غيرها. لابد أن يكون هناك أيضا دور للمريض، لابد أن يكون هناك نظام غذائي، نظام رياضي مناسب لكل شخص على حدة، نمط الحياة، التدخين مثلا عامل من عوامل الخطورة، البدانة عامل من عوامل الخطورة، قلة الحركة عامل من عوامل الخطورة، وبالتالي علينا إذن نعم زيادة تناول الملح في الأكل. نعم أقول نظام غذائي، نعم يعني إذا بدنا نعدد الوقت يعني لا يسمح لنا بذلك، حتى المنبهات، المشروبات الغازية، المشروبات التي تحتوي على الكافيين وغير ذلك، حتى بالنسبة للعرق سوس وغير، يعني في كتير أغذية وفي كتير مشروبات تزيد من ارتفاع ضغط الدم، لكن لابد أن يكون هناك خطة علاجية متكاملة. وأي طبيب حقيقة يعني أي طبيب يجب قبل أن يخرج المريض من غرفته أن يخبره بأنه عليك مراجعة اختصاص التغذية أو يحوله على اختصاص التغذية، لأن النظام الغذائي يلعب دور هام جدا في العلاج وأيضا في الوقاية من المضاعفات ومنع حدوث المضاعفات. نظام الغذائي حتى نمط الحياة بما في ذلك أيضا النوم، طبيعة العمل، يعني العامل النفسي يلعب دور، التوتر يلعب دور. فإذا لابد أن يكون هناك خطة متكاملة للتخلص من هذه المشكلة، ونحن أمام مشكلة ارتفاع الضغط هو حقيقة مشكلة خطيرة إن أهملنا، مشكلة بسيطة إن استطعنا إدارة هذا المرض والتغلب عليه. طبعا الوقت انتهى بالنسبة لي الفقرة الأولى، فكل الشكر للدكتور كامل حسن اختصاصي طب الأسرة في مركز الدكتور كمكر الطبي في منطقة البراري في دبي. دكتور كامل شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور بسام، شكرا.